نعطيكم نبذة عن المزاد مال يوم الأربعاء. كيف الحال؟ لستة هو أقرب صديق لك، طقة وادعي. خمسة عند عصام، بدينا بالقطع، شغل التايمر عادة، وتسع ربع دشت السياكل. مع استلم إسلام. شباب مازي كيالي هذا رقمه. أوكي، الحين عندنا هذا الكرسي، عندنا هذا الكرسي شباب. رجع ورا بالهولدر. عندنا هذا الكرسي شباب، بس تابع إذا في أحد دفع، شوف إذا في أحد. دينارين وخمسين فلس. مازن كيالي حط رقمه. أوكي، هذا كرسي تلفهم هذيل نفس لفة السيلفي ستيك. أوكي، ناطر ربعك، ناطر موقف باص، ناطر ملعب، واقف بالدور على إصدار جوازات، وين ناطر دور، المهم ناطر دور مكان. تلف لوكت and you sit down. إن شاء الله ما أطيح على اللايف. جميل جدا ومريح. اوكي، يلا منو عنده فتح الباب؟ خمسة عصام، خمس دنانير عصام. الحين حط رك هوندا شاب الفويم يا سالم الدوسري. حط لي حرف النون سالم. سيكل عملي جدا جدا هوندا. مازن عطنا 600 اسرع. فهد اخلاق السيكل طب اي واحد الحين شنو باقي؟ لانه هو لسه بيكلمني يقول لي انا دفعت 2050 دينارين و50 فلس. مين هذا؟ شاب اللي لسه واخذ الماسك تاع الحر. الو، هذا واحد من الشباب دفع 2000. حبيبي باكر باكر ارجع لك اياهم. ولا يهمك ولا يهمك حبيبي، دونت وري. باي باي. دونت وري حبيبي. اي دونت وري دونت وري. شباب بقول لكم شيء، في واحد اشترى الفيس ماسك دفع 2000. 2000 وكم؟ 50. 2050 يا الربع، أغلى ماسك في تاريخ الكويت دفع 2050 دينار. بعد شبدي دق علي قلت له حاضر رجع لك يا مباشر. هذا الماسك سعره 2050 دينار. المهم 20 كوازاكي Z900RS طالعوني هني تحت. 2020 read my lips. 2020 اوكي 1008 دقيقه بحط له دقيقه. ها بحط له دقيقه. الاورنج بانزي 150 عبود، 150 عبود، 150 دينار عند عبود. ها منو قال 160؟ منو قال 160؟ دقيقة خلنا نتأكد من رأبي. بعد شبدي والله سعر مع كمام. ها ناخذ فكرة عن المزاد اللي صار أمس الاثنين. بدينا المزاد بقطع طولنا، وإذا استعمال آخر ممكن أحد يحفلك فيه خير. أوكي ما طولنا، دشينا إكس لارج سياكل تسع ربع كانت دشت السياكل. أوكي
اوكي كان في خوذة نولان، كان في خوذ، كان في خطة. احط لكم البن شباب ونبدي السوم على السيكل. كان نعم. كي تي ام كان في اف 6 سي امس اوبننج كومنت في تي احب السيكل شنو طلع له معاه. هذا كان سيكل جميل. فتح الباب 3:30 ديلوكس هارلي ديفيدسون الشتاء وايد حلو. امس ريلي انجويت الصراحه. خلكم جاهزين. هذا الديلوكس امس. عقب كان في ال سبورتستر والهلمت. عقب السبورتستر كان في قضى على يعني it was a beautiful night last night. We really had fun. Thank you very much. Next option.